لماذا استبعدت شادى حسون فئة نجمة الأغنية العراقية عن عراق أوردز؟ هم معروفين أصلاً عربياً يعني وموجودين في كل المحافل. عراق أوردز هو مهرجان جديد لتوزيع الجوائز رح يصير يوم 29 سبتمبر بالعراق، وهو من فكرة والتنفيذ شادى حسون واللي صار له حوالي سنة عم بتحضر له، بين ما أخذ موافقات وبين ما أسويه بالمكان اللي أنا دائما شد أحلم يفتح ويصير بمناسبات كبيرة واللي هو ساحة الاحتفال. وهالمهرجان بيتضمن لجنة تحكيم عراقية عربية من مختلف المجالات، واللي راح يكون من ضمنهم نصير شمة، نقيب الفنانين العراقيين دكتور جابر جودي، نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، المنتج محسن جابر، المخرجة إيناس الدغيدي، الناقد الفني جمال فياض وشادى سالم. أما فريق التنفيذ والإخراج فرح يكون من لبنان. ينراد أكيد ناس همينا متخصصين، فأني دا حاول أجمع ونكون تيم واحد كل واحد اختصاص إله. والتصويت للفنان رح يكون عبر موقع iraqawards.com، والجوائز تشمل أكثر من فئة، الموسيقى، السينما والدراما، والأسبوع الأول صار محقق أكثر من 70,000 صوت. وأني كلش سعيدة، ما كنا متوقعين هذا العدد. وضمن فئة الموسيقى رح يكون في أكثر من جائزة، منها أفضل ديو، نجم الأغنية العراقية، نجم الغناء العربي، ونجمة الغناء العربي. والملفت كان عدم وجود جائزة لنجمة العراق. ليش مش موجودة؟ شو السبب؟ لأن حقيقة المطربات العراقيات قليلات جدا، احنا 4-5 فنانات اللي معروفين بأعمال فنية، وهم معروفين أصلا عربيا يعني وموجودين في كل المحافل والمهرجانات العربية ومعروفين عربيا، فحبذت لأن بشهرتهم وجماهيريتهم العربية أنه يكونوا ضمن أفضل مطربات عربية. وبالفعل إذا بنفوت على فئة نجمة الغناء العربي نلاقي الفنانات العراقيات موجودين، ومن بينهم شادى حسون، رحمة رياض، أصيل هميم، دموع، إسراء الأصيل، وبرواز حسين، ودالي. شذا، انت اول فنانه بتعمل هيك نوع من المهرجانات، فهل بالدوره الاولى من المهرجان حيكون في هيك سربرايز من شذا للحضور وللمتابعين والفانز؟ بدنا نجهز فد شيء ان شاء الله حلو فني بالمهرجان ان شاء الله الناس تحبه.